بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق 12 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس مصرف السلام البحرين وكؤوس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار السباق بمنطقة الرفة في الصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ عبد الله بن راشد بن عيسى الخليفة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة، وسمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان الخليفة، وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل الشوط الثاني من الشيخ سلمان بن راشد الخليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، بعد فوز جواد سموه بولب فاكشن بالمركز الأول. كما قدم الشيخ سلمان بن راشد الخليفة كأس الشوط الخامس إلى فوز ناس، فيما قام السيد علي حبيب قاسم رئيس الخدمات المصرفية الخاصة بمصرف السلام البحرين بتقديم كؤوس مصرف السلام، حيث قدم كأس الشوط الثالث إلى فوز ناس، وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، وكأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان الخليفة، وكأس الشوط السابع إلى الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك الخليفة. هذا واشتمل السباق على 7 أشواط.